أهلا بكم مشاهدينا لجولتنا في السوق لهذا اليوم، نقدمها لكم من قناة الغد في القاهرة وتتابعون فيها. إيران تقر بتدهور اقتصادها وعجزها عن تصدير النفط بعد الحظر الأمريكي. المغرب يكتشف كميات من الغاز ويعلن عن موعد استثمارها. أهلا بكم في التفاصيل. أقر بيجون زنجنا وزير النفط الإيراني بعدم تعاون دول الاتحاد الأوروبي مع بلاده لشراء نفطها في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة، وتسببت الضغوط الأمريكية على طهران في انهيار اقتصادها إذ تراجعت صادراتها النفطية بنحو 53% منذ الشهر الماضي لتبلغ 1,300,000 برميل يوميا. وأعلن مركز الإحصاء تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بما في ذلك إنتاج النفط بنسبة 4.9% في السنة المالية 2018-2019 مقارنة بالعام السابق عليها. ومن العاصمة البريطانية لندن ينضم إلينا المحلل الاقتصادي صادق الركابي. مرحبا بك معنا سيد صادق عبر شاشة الغد. الوضع الحالي فيما يتعلق ببيع النفط والتبادلات التجارية وتحويل العملات الأجنبية في إيران على ما يبدو أصعب من المرحلة السابقة من العقوبات، ماذا يعكس ذلك عن فعالية هذه الحزمة من العقوبات الأمريكية على طهران؟ بالفعل بدأ الأثر الاقتصادي السلبي يبدو واضحا على الاقتصاد الإيراني، من حيث تقلص مجمل الناتج المحلي بحدود 4.9%، تراجع الإنتاج النفطي لأكثر من 1,800,000 برميل، تراجع الصادرات إلى أقل من 400,000 برميل في يوميا، تراجع في الإنتاج الصناعي والزراعي، وبالتالي هذا كله يعكس التراجعات الكبيرة التي عانى منها الاقتصاد الإيراني بسبب هذه العقوبات، خاصة أيضا أن هناك يوجد عقوبات على البتروكيماويات. ألو ألو. نعم أشكرك جزيل الشكر، سنعود الاتصال بك سيد صادق، يبدو أن هناك خلل من المصدر، أشكرك. أعلن رئيس روسيا فلاديمير بوتين عن حجم الخسائر على خلفية العقوبات المتبادلة بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأضاف بوتين أن الإجراءات التقييدية الغربية منذ عام 2014 حتى الآن أدت إلى خسارة موسكو 50 مليار دولار، فيما خسر كل من الاتحاد الأوروبي 240 مليار دولار والولايات المتحدة 17 مليار دولار واليابان 27 مليار دولار. أكدت شركة النفط التركية عن توسعها أو أكدت توسعها في أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، وذكرت الشركة أن مساحة البحث زادت في 2018 بنسبة 41% مقارنة بالعام السابق له، وارتفع إنتاج الغاز بنسبة 33%. ومن جانب آخر هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة لتنفيذها أنشطة غير مشروعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، مؤكدا استعداده الكامل للدفاع عن قوسيا. باشر البنك المركزي إجراءات إطلاق المنصة الإلكترونية للتداولات المالية بين المصارف العاملة في العراق، وتهدف المنصة إلى زيادة التعاون بين المصارف وزيادة قدرتها على تنويع الخدمات المالية لعملاتها واستقطاب العمليات التجارية والمالية المتوافرة في السوق وتسهيل الطريق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.
وعودة مرة أخرى إلى ضيفي من لندن المحلل الاقتصادي صادق الركابي. سيد صادق، كنا نتحدث عن فعالية العقوبات الأمريكية على طهران، هذه الحزمة من العقوبات، حزمة دونالد ترامب، هل يعني تنسف كل ما تبقى لإيران من خيارات للتحايل على العقوبات؟ هل من طرق للتحايل على العقوبات؟ هناك عدة طرق للتحايل على العقوبات، لكن المشكلة ليست في قدرة إيران على التصدير، المشكلة أنه لا يوجد هناك مشترون للنفط الإيراني. يعني حتى لو تمكن الإيرانيون من إيصال نفطهم، العقوبات تشمل من يشتري أكثر من الجانب الإيراني نفسه، وبالتالي هناك إحجام اليوم عن شراء النفط الإيراني من قبل معظم الدول، إن لم يكن كلها حتى في شرق آسيا، من قبل كوريا الجنوبية، من قبل اليابان. وبالتالي الجانب الإيراني لا يجد هناك من يشتري هذا النفط، وإذا وجد فإنه سوف يضطر إلى تقديم حسومات كبيرة جدا، قد تكون يعني فيها خسارة كبيرة للجانب الإيراني. وبالتالي اليوم نجد المصارف الإيرانية قد فقدت الموارد المالية، وبالتالي ارتفعت نسبة التضخم في إيران إلى أكثر من 40%. حتى لو كان أيضا هناك قدرة على بيع بعض الصادرات غير النفطية، فإن هناك صعوبة في الحصول على التحويلات والقطع الأجنبي من الدولار، وبالتالي هذا يشكل عبء كبير على الاقتصاد الإيراني. عبء كبير، وفي ضوء تراجع مؤشرات الاقتصاد وتوقعات المؤسسات المالية سيد صادق بانكماش الاقتصاد الإيراني في العام الجاري ب4.5% أكثر قليلا أو أقل قليلا، كيف ترى أو أين ترى حدود تداعيات العقوبات الأمريكية على اقتصاد طهران؟ العقوبات الأمريكية يبدو أنها تشتد، يعني كل مرحلة هناك عقوبات أكبر، كانت سابقا على قطاع النفط، الآن بدأت تشمل قطاع البتروكيماويات، قبلها كانت على المصارف والتحويلات، ولا نعلم إلى أين سوف تمتد هذه العقوبات، وبالتالي هي في تضييق أكبر للخناق كل عام على الجانب الإيراني. الانخفاض في الاقتصاد الإيراني قد يصل بحسب صندوق النقد الدولي إلى أكثر من 6%، يعني ركود، وبالتالي هذا سوف يعني يلقي بثقل كبير حتى على المواطن الإيراني نفسه، من حيث غلاء الأسعار، من حيث عدم وجود فرص عمل، وبالتالي يضغط على السياسيين في إيران لتغيير سلوكهم في المنطقة بحسب هدف العقوبات الأمريكية على الجانب الإيراني. أشكرك جزيل الشكر المحلل الاقتصادي صادق الركابي، كنت معنا عبر شاشة الغد من لندن. أعلن المغرب عن اكتشافات ضخمة للغاز في منطقة بحرية بالقرب من مدينة العرائش، ومن جهتها أكدت الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن البترول والغاز شاريوت، أكدت أن التجارب أظهرت إمكانات تسويقية واعدة للأربع حقول المكتشفة، معلنة البدء في استغلالها العام المقبل. وتبلغ مساحة المنطقة 2390 كيلومتر مربع، بينما يصل عمق مياهها إلى 850 مترا. ولمزيد من المتابعة انضم إلينا من الرباط المحلل الاقتصادي المهدي الحلو. مرحبا بك معنا سيد المهدي عبر شاشة الغد. في البداية، الوضع في المغرب فيما يتعلق بالاكتشافات الحديثة، اكتشافات واسعة للنفط والغاز، كيف تدعم قطاع الطاقة في البداية والاقتصاد المغربي بشكل عام؟ هي في الحقيقة الاكتشافات لا في مجال البترول ولا في مجالات الغاز الطبيعي تأتي سنة بعد أخرى، ولكن في التوقعات لحد الآن هناك توقعات عدة، لا في شرق المغرب، في وسط المغرب، الآن ما بين طنجة والعرايش فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، إلا أنه فعلا لم يكن هناك تحديد فعلي لما سيمكن أن يستغل وكيف يستغل وكيف سيبدأ استغلال هذه الاكتشافات التي يتم الحديث عنها سنة بعد سنة ثم شهر بعد شهر. وتسارع الحديث فعلا مع أواخر سنة 2018 ثم مع بداية السنة الحالية. الآن هناك فعلا آمال كبيرة
بأن هذه الاكتشافات ستترجم إلى الواقع الفعلي، إلا أننا ننتظر لا فقط إعلانات الشركات الأجنبية وهنا شركة شاريو، بل ننتظر كذلك إعلانات التي ستأدي لتؤكد ما جاءت بها الشركة من طرف الحكومة المغربية والمؤسسة الموكول لها هذا القطاع في المغرب. إذن هي مجرد تراخيص وإعلانات تسويقية. نعم، هي مجرد إعلانات، هي مجرد إعلانات ومجرد إعلانات يمكن أن تكون لها، يكون لها واقع تجاري، يمكن أن يكون لها واقع مالي بالنسبة للأسواق المالية بالنسبة لنفس الشركات، يمكن لها أن يكون لها كذلك واقع بسيكولوجي وسياسي في المغرب على اعتبار أن السنة الحالية هي سنة ركود اقتصادي ومالي، وبالتالي الحديث عن توقعات في زيادة إمكانية إنتاج كميات مهمة من الغاز الطبيعي يزيد من أهمية قطاع الطاقة بالنسبة للاقتصاد المغربي. أيوة فعلا هي الحقيقة القطاع مهم كيفما كان الحال، إلا أنه لحد الآن المغرب يعتمد تقريبا في 97% من حاجياته على الاستيراد، وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي على الخصوص فالاستعمال الغاز الطبيعي في المغرب محدود جدا، لا يتعدى 3-4%، في حين أن استعمالات الغاز على المستوى العالمي تفوق 25%. وبالتالي إذا تأكد هذا الاكتشاف هذا سينقص مباشرة من كلفة الواردات المغربية من المحروقات خصوصا من الغاز، على اعتبار أن المغرب يستورد تقريبا سنويا ما يقارب 90 مليار درهم من المحروقات، وما يقارب 13 مليار درهم بالنسبة للغاز، وهي واردات ترفع من حدة العجز التجاري المغربي. وبالتالي إذا تحقق وتأكد تأكدت هذه الاكتشافات هذا سيكون له فعلا نتائج إيجابية على الميزان التجاري المغربي وعلى ميزان الأداءات ككل. أشكرك جزيل الشكر المحلل الاقتصادي المهدي الحلو، كنت معنا عبر شاشة الغد من الرباط. شكرا لكم. إذن متواصلون معكم في جولتنا في السوق من قناة الغد في القاهرة وتتابعون فيها. 51 مليار دولار إجمالي العجز المالي الليبي خلال السنوات الماضية. أهلا بكم من جديد. بلغ إجمالي العجز المالي الذي سجلته ليبيا خلال السنوات الماضية 51 مليار دولار تم تغطيته من احتياطي النقد الأجنبي لديها وفق تقديرات المصرف المركزي الليبي. يعيش القطاع المصرفي أزمة معقدة تتمثل في غياب السيولة النقدية منذ 5 سنوات، ولم يستطع البنك المركزي حلها لإنهاء معاناة المواطنين، وأصيبت الإيرادات النفطية بانتكاسة كبيرة بسبب إغلاق موانئ وحقول النفط منذ منتصف العام 2013، إذ انخفضت الصادرات النفطية إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا في بعض الأحيان، مقابل ذروة بلغت 1,700,000 برميل يوميا سنة 2010. وللمتابعة ينضم إلينا من استوديوهاتنا بوسط القاهرة الخبير الاقتصادي وعضو مجلس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الليبية سيد شعبان المنتصر. مرحبا بك معنا سيد شعبان عبر شاشة الغد. 8 سنوات من الحرب وأمام مخاوف وتحذيرات من نفاذ احتياطيات ليبيا من العملات الأجنبية، بكم تقدرون الخسائر؟ كيف أثرت الحرب على اقتصاد ليبيا وفرص واحتمالات تعويضها؟ وكيف؟ أولا تحياتي ليك وإلى عائلة قناة الغد، ونرفع كذلك تهانية إلى الرئيس المصري وإلى الحكومة المصرية لنجاحهم في التنمية في مصر والوصول إلى مرحلة تكاد تكون في فترة ضيقة مرحلة عالية جدا. نتمنى ذلك أن تكون هناك ربط علاقات اقتصادية قوية جدا ما بين ليبيا ومصر في المستقبل للوصول إلى الهدف المنشود وهو التعاون العربي العربي. جاب على سؤالك، يعني تقريبا المدة الزمنية الماضية اللي هي كانت هناك برنامج اللي هو إقفال النفط، هو كان سبب رئيسي
وهو الميليشيات اللي هي موجودة متواجدة في الحقول النفطية كانت هي سبب رئيسي في الوصول إلى العجز في الدولار، لأن كان هناك تقريبا ضاعوا في خلال الفترة الزمنية الماضية سنة من 2014 تقريبا إلى عند 2017 ضاعت هناك في حدود 150 إلى 200 مليار دولار بسبب قفال النفط. ولكن الحمد لله بعد دخول الجيش الوطني العربي الليبي إلى الحقول النفطية وتأمينها تم تكسير هذا الحاجز، وأصبح حاليا تصدير النفط ماشي بطريقة 100% تكاد تكون، وصلنا لرقم 1.335 يعني 1,350,000 ألف برميل باليوم، وهذا حيرجع بالاقتصاد الليبي إلى الطريقة الإيجابية، وسيكون هناك انخفاض قوي جدا في هذه السنة في الاحتياطي الليبي أو في معناه في الديون الليبي أو بمعنى العجز الليبي للميزانية في ليبيا. لكن هناك أسباب عادية ثانية هي مهمة جدا نذكرها في هذا الشأن. السبب الرئيسي لوجود عدم هناك سيولة وليست من الناحية الاقتصادية، لكن هي حقيقة تكاد تكون 90% مفتعلة. والحكم في ليبيا حاليا في فترة زمنية الأربع سنوات أو خمس سنوات حكم مبني على اللي بنقوله عليه احنا الحكم الفردي لأشخاص معينين متحكمين في الاقتصاد الليبي، وعلى رأسهم طبعا هو محافظ مصرف ليبيا المركزي، هو ليه الدور في فشل كل الاقتصاديات في ليبيا، وهذا كان هو حاكم ليبيا بطريقة صحيحة، هو الحاكم الفعلي لليبيا لأنه هو يملك المال الكامل ويملك تصرف فيه بدون الرجوع لأي إدارات أو حكومات. وجود عدد حكومات اثنين، وجود عدد مؤسسات بكل تأكيد سيد شعبان نحن أمام مخاوف، هي سبب مخاوف قائمة ومشكلات قائمة. حدثني عن الآمال، على ماذا تعولون في حلها؟ الأمال أنا نعول إحنا تو حاليا على أن يتم استتاب الأمن في مدينة طرابلس بعد دخول الجيش، وسيكون هناك خريطة اقتصادية لليبيا جديدة اللي ترجع فيها كل الأمور اللي نسابها. ونحب نطمن أن ليبيا في خلال فترة زمنية بسيطة جدا إذا كان تم استتاب الأمن فيها حتكون هناك توفر في السيولة، حتكون هناك عدم عجز في الميزانية. رفع السعر الدولار حاليا سبب حتى هو حاليا انخفاض للعجز في الدين العام. حيكون هناك في تنمية فعلية مستقبلية بناء على حاجتين مهمات جدا، هو الأولى رقم واحد هي الأمن في ليبيا وخاصة في مدينة طرابلس، ووضع يعني الأسس الصحيحة لاقتصاد مستقبلي قوي جدا بكل تأكيد يخدم طيب. كل الليبيين، وتحول كل ليبيا من مرحلة الدين إلى مرحلة القوة الاقتصادية القوية اللي مبنية على علاقاتها التجارية أو الاقتصادية ما بينها وما بين دول الإقليم. هذا ما كنت سأسألك عنه، كيف هي شكل العلاقات التجارية مع دول الإقليم؟ طبعا دول الإقليم احنا عندنا دولتين مهمات جدا يعني حقيقة، هي في الناحية الغربية هي دولة تونس، وفي الناحية الشرقية هي دولة أو جمهورية مصر العربية. نظرا لأن هناك استراتيجية من قديم يعني من 1995 بنيت على الاقتصاد الليبي التونسي، فرفعت المستوى العلاقات إلى مستوى عالي جدا جدا، وصلت إلى 2.5 مليار حجم التبادل التجاري، والخدمات تقريبا إلى 3 مليار. فكانت تونس الشريك الأول بالنسبة للدول الجوار، ولكن هنا لأن وضع يجب علينا إحنا، وأنا موجود حاليا في القاهرة بكل صراحة، يجب أن هناك ننمو قوة اقتصادية قوية ما بيننا وبين رجال الأعمال في مصر والجهات التنفيذية الخاصة بالاقتصاد في مصر، لوضع بلانينج للمستقبل في مصر في بين ليبيا ومصر، لأن يجب أن يكون هناك مصر تعتبر يعني حسب هل الفرص متوفرة والأجواء مواتية، حتكون هي الشريك الأول في بناء ليبيا.
هي تكون الشريك الأول في بناء ليبيا، لأن مصر تمر بمرحلة رائعة جدا، شركات قوية ذات بنية تحتية قوية جدا لهذه الشركات. نتمنى أن عالة الإعمار ووضع المستقبل في المشاريع الليبية تكون مصر لها دور كبير جدا، وخاصة حتى في التبادل التجاري. التبادل التجاري احنا عندنا دولتين مهمات جدا، دولة الإمارات العربية كان هناك حجم تبادل تجاري في حدود 4 مليار سنويا، حاولت تركيا تحتل محلها، ولكن إلى حد الآن قاعدة دولة الإمارات هي واخذة الصدارة. نتمنى أن جمهورية مصر العربية بناء على العلاقات القوية معها وعلى حقيقة قوة المساعدة أو وقوفها مع الشعب الليبي في هذه المحنة، وفي سبيل أن تكون ليبيا دولة آمنة ودولة مستقرة. هذا نتمنى أن احنا كاقتصاديين على مستوى جمهورية مصر أو على مستوى ليبيا نضع بيناتنا بلانينج أو يعني تخطيط للمستقبل أو قريب، حتى المستقبل القريب، لأن تو هناك مدن زي مثلا المنطقة الشرقية تكاد تكون كلها منطقة آمنة، يفترض وضع لها استراتيجية حاليا، ويفترض نخبة مصر في رجال الأعمال أو مجتمع الأعمال مع مجتمع الأعمال الليبي يكون هناك قوة اقتصادية قوية جدا ما بين ليبيا ومصر، ونرفع الرقم، لأن رقم بكل صدق ما فيش داعي نذكره، لأن رقم بسيط جدا حجم التبادل التجاري، لا زاد حجم التبادل التجاري على 300 مليون تقريبا أو 400 مليون، مع أن مصر لها إمكانيات قوية جدا ممكن توصل الرقم إلى 3 مليار 4 مليار في خلال الفترة القادمة، ووضع استراتيجية ثانية وهو منطقة حرة في بين الحدود الليبية المصرية، وضع طريقة تسهيلات ما بين الجمرك الليبي والجمرك المصري كلجنة مشتركة للاستفادة من خبرة الجمرك المصري، كذلك لتأمين البوابة العبور، بوابة العبور ما بين ليبيا ومصر، في حال ما يكون هناك جمرك مشترك أو لجنة مشتركة جمركية مع لجنة أمنية تكون هناك فعلا تأمين لهذه البوابة. شكرا لك، وضحت وعدم وصول سيد إلى المرحلة اللي إحنا شعبنا المنتصر. عذرا انتهى وقت المقابلة والحلقة، أشكرك جزيلا الشكر الخبير وعضو مجلس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الليبية شعبنا المنتصر، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل مع حضراتكم إلى ختام جولتنا في السوق، قدمناها لكم من قناة الغد في القاهرة وتابعتم فيها. إيران تقر بتدهور اقتصادها وعجزها عن تصدير النفط بعد الحظر الأمريكي. المغرب يكتشف كميات غاز ضخمة ويعلن عن موعد استثمارها. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.